يا صيدنا يا سقفك المفروش غنان الفضا من صوتها مطوش كرومك لخير الكون بحبوحا أهلك زجر بالأرض شك شروش نجومك عنا إيدك المسطوحة غيومك كتابك بالسماء مفلوش وديرك خوابي عطر مفتوحة لملايكي بتنزل علي جيوش وبرج الجرس برج الجرس بالدير الدوحة بإيد الصخور العالي مكموش كاسك يا ضيعة طايرة شو نص الدنيا بجناحها بتحوش كل ما تنحنحتي سعد صباحك لينا. سعد صباحك سالي. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحية لليوم. عم نطلع عليكم ضمن ساعة من الوقت اليوم من مطعم بيرلاند. أكيد بدنا نتشكره وبدنا نقول له شكرا كثير على الاستضافة. حنكون يعني برمضان بمكان ثاني، أكيد تابعونا من مطعم المكتب. حنكون أنا وزميلاتي زينب يعني عم نتحضر بكرة على شهر رمضان الكريم، إن شاء الله ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير. كيف تحضيراتك لرمضان؟ أول شيء رمضان كريم عليك يا سالي وأعياد مباركة على الجميع يا رب. إن شاء الله هالشهر بيحمل كل الخير بدنا نقول. أكيد مثل ما قلتي نحن بكرة رح نبلش رمضان أكيد هالشهر المبارك من مقهى المكتب من الساعة 10 برمضان لل 11:30 مع نخبة من نجوم الفن والثقافة والطب أيضا. صحيح. يعني فقرات منوعة بتناسب هالشهر. تحضيراتنا مثل أي حدا من السوريين يعني متحضرين هيك نفسيا وروحيا. إن شاء الله هذا الشهر بيسقلنا أيضا روحيا. بدي أقول لك سعد صباحك عن جديد. صباح الخير لكل مين انضم لرحلتنا الصباحية، يا رب هاليوم بيحملكم كل الخير استعدادا لشهر رمضان الكريم. إن شاء الله هالشهر بيحمل معه كل المحبة والألفة والتعاضد بين السوريين مثل ما تعودنا بهالشهر بالعادات والتقاليد الحلوة بين السوريين اللي نحن دائما بنتغنى فيها. يا رب هالشهر نكون دائما جنب بعض نحن يعني بالحلوه والمره دائما تعودنا نكون مع بعض. ضمن صباحنا لليوم رح يكون عندنا كثير من الفقرات والفعاليات اللي حاولنا نسلط الضوء عليها، اكيد مع مجموعه من الاخصائيين رح تعرفون بعد الفاصل.
يعني يا زينب رح نروح لحمص ولمحطاتنا من حمص، حيث رفعت الصلوات في كنيسة سيدة البشارة بحي الأرمن التي افتتحت بقداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشيخ للروم الكاثوليك. تفاصيل أوفى مع أسامة ديوك. افتتحت كنيسة سيدة البشارة بحي الأرمن في مدينة حمص بحضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكين الكاثوليك يوسف العبسي الكلي الطوبة وسفير البابوي بدمشق وفعاليات رسمية ودينية، حيث ترأس البطريرك قداسا إلهيا رفعت فيه الصلوات لأجل السلام في سوريا. ترت الاسم سيدة البشارة حتى عذراء مريم ببشارتها تبعد عنا هالإرهاب، تبعد عنا هالعنف، تبعد عنا، لأنه بالترتيل للعذراء منقول اليوم هو بدء خلاصنا. إن شاء الله اليوم فعلا يكون بدء خلاصنا لوطننا، بدء خلاصنا لنعيش، لنقدر من هالمحن اللي عم نعيشها حتى نرجع نعيش بكرامة بمحبة بإيمان. سوريا هي بلد الإيمان، بلد التراث، بلد الإخاء. هالمكان اللي اليوم أخذ طابع رسمي الدشن رسميا لحتى يكون مؤهل لاستقبال كل المحبين العذراء، أهمية بيته أنه هو بيت العائلة، بيت الكل، بيت المحبة، قادرة تستقبل بالكنيسة وملحقات الكنيسة الأطفال والكبار والصغار والمسنين من كل الطوائف من كل الأديان لحتى نقدر نكون كلياتنا شهود للمحبة بهالمكان اللي هو أساسا نبع المحبة. بناء الكنيسة كان ناتج عن محبة كل أبناء الحي تكاتفهم مع بعض هون، هذا كله بيدل انه نحن السوريين ايد وحده لنبقى مع بعض لنمشي باتجاه الحضاره وبكل محبه وبكل تعاون وبكل اراده ان شاء الله، ورح نضل بهالارض على طول ان شاء الله. بناء الكنيسه الجديده هي امل لنا ولكل سوريا، ونحن بما انه هذا الشعب بهالفتره نحن كلياتنا بحاجه لامان، هي الكنيسه هي دعم لنا ولكل ابناء هاي المنطقه، بنتمنى تكون بدايه جديده ونحن نقدر نقدم شيء منيح لكل اهل هاي البلد واهل هاي المنطقه. بناء الكنيسة يجسد تمسك السوريين بأرضهم، ولتكون شاهدا بأن سوريا ستبقى مهد الديانات السماوية وأرض الحضارة والسلام. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. أما هلأ سالي بدنا نروح ونشوف مثل هاليوم شو تسجل من تواريخ وأحداث بتقرير ذاكرة الأيام. اليوم 12 نيسان، كتير من الأحداث مرت بتاريخ اليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1877 تأسيس جامعة طوكيو، وبعام 1937 السير فرانك ويتل بيختبر أول محرك نفاث وهو على الأرض والمصمم لتشغيل طائرة بمصنع بريتش تومسون هيستون بمدينة ريجبي بإنجلترا. وبعام 1961 رائد الفضاء السوفيتي يوري غارغارين بيقوم بأول رحلة لإنسان بالفضاء على متن السفينة فوستوك 1. وبعام 1981 الرحلة الأولى لمركبة الفضاء كولومبيا. وبعام 1988 جامعة هارفارد بتعلن عن نجاح علماء بإنتاج سلالة جديدة من الفئران بعد استخدام الهندسة الوراثية لأول مرة. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1884 أوتماير هوف، هو طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1922. ومن الشخصيات اللي غياب الموت عن عالمنا دي مثل هاليوم من عام 1971 إيغور تام، وهو عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1958. و12 نيسان بيعتبر هو اليوم الدولي للرحلة البشرية للفضاء. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 12 نيسان. نهاركم سعيد.
مثل ما بنعرف زينب، شهر نيسان هو الشهر يلي بيتم تسليط الضوء فيه والتوعية بمرض التوحد من خلال مجموعة مبادرات وأنشطة وبحوث علمية. حديثنا اليوم علمي بامتياز وخاص بالتوعية باضطراب طيف التوحد. بسرنا اليوم نرحب بضيوفنا الدكتور عصام حسن آغا نائب عميد كلية الصيدلة، والدكتورة هالة شاهين مدرسة في كلية الصيدلة وناشطة مجتمعية. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني عم نحكي عن موضوع كنا تحت الهواء عم نقول إنه هالموضوع منتشر للأسف جدا بالوقت الحالي بسبب عدة عوامل، أهم يمكن إنه يمكن الأم ما تعرف الأعراض الصحيحة للابن وينترك فيصير عنده تطور بالحالة. اليوم بما أنه اليوم طبعا للتوعية بهذا الشهر من مرض التوحد، حابين نعرف منك دكتورة أول شيء تعريف التوحد، أسبابه، أعراضه، قبل ما نبدأ بالأشياء الثانية. تماما. التوحد هو عبارة عن خلل في النمو العصبي وفي تطور الدماغ، يحدث في السنوات الأولى من العمر، والمصاب فيه يفقد ثلاث مهارات أساسية يلي هي التواصل واللغة والسلوك. طبعا هو بيصير في بالأشهر الأولى بسن الرضاعة. الأسباب ما زالت لغاية اليوم ما زالت مجهولة. بعض الدراسات بتشير لأنه الجينات ممكن يكون لها علاقة بالقصة، ممكن في طفرات نادرة عم بتصير على الجينات. بعض الدراسات الثانية بتقول أنه هي لا، أسباب بيئية، ربما إجهاد الأم الحامل أثناء فترة الحمل، ربما الولادات المتعسرة، ربما أيضا تسمم الأم الحامل خلال فترة الحمل بالمعادن الثقيلة بأنواع من الملوثات. أيضا في كثير دراسات بتشير لتدخين، للكحول، للمخدرات، ممكن يكونوا هن أسباب. إصابات فيروسية أيضا، والدراسات الجديدة عم بتشير لمنطقة بالدماغ اسمها اللوزة الأميجدالا، هي ربما هلأ الدراسات الجديدة عم تقول أنه يمكن هي السبب المؤثر. إنما لغاية اليوم سبب مؤكد للإصابة بالتوحد لغاية اليوم مانو معروف. طبعا بالنسبة للأعراض، بما أنه قلنا أنه المصاب هو يفقد ثلاث مهارات أساسية اللي هي التواصل واللغة والسلوك، فالأعراض بننتبه لها من خلال هي المهارات. فأولا التواصل، بنلاحظ أنه الطفل ما عنده تواصل مثل غيره من الأطفال، حتى لما بيكونوا بسن الرضاعة بيبي، يعني بتحس الأم أو بيحسوا الأهل أنه التواصل، أنت الطفل أحيانا يعني نحن بنعمل له هيك عدقنه أنه كغي أو كذا، ما بيتواصل مع أهله، ما بيتجاوب. النظرة الآي كونتاكت هي عرض أساسي للإصابة بالتوحد، أنه طفل التوحد ما بيطلع فيك عينه، ما بتجي بعينك تماما، الآي كونتاكت هي علامة أساسية. زائد أنه أنت بتحكي للطفل فبتحسي أنه بيحسوا الأهل كأنه الولد ما بيسمع. بالنسبة للغة بيتأخروا عن النطق مقارنة بالأطفال الثانيين، وأحيانا في بعض الأطفال ما بتبلش الأعراض معهم من عمر الأشهر لبعد السنة أو السنة ونص. فلما بتبلش أعراض التوحد حتى لو كانوا بلشانين يحكوا بيفقدوا المهارات اللغوية اللي هن اكتسبوها خلال هالسنة أو السنة ونص. والسلوك المميز لطفل التوحد أو المصاب التوحد هو السلوك النمطي التكراري، بيعملوا حركات تكرارية نمطية، هي مميزة بالنسبة لهم، سواء حركة يد أو رجل أو راس، أحيانا اهتزاز معين وهكذا. مرض غامض لغاية اليوم، مو بس بسوريا، بحول العالم لغاية اليوم يعتبر مرض غامض، لذلك نحن بدنا نسلط الضوء عليه، بدنا نساهم بزيادة التوعية عنه. أكيد. يعني دكتورة حكيتي نقاط كتير مهمة اللي هي انه نحن في دراسات عديدة لسه ما اثبتت السبب، يعني ما اجمعت كلها على سبب واحد للتوحد. لهيك يمكن اهمية البحث العلمي تزامنا يمكن مع اليوم العالمي للتوحد ذو أهمية كتير كبيرة. دكتور رح نحكي مع حضرتك عن دكتور عصام عن أهمية هذا اليوم. عملتوا بحث علمي خاص باضطراب طيف التوحد، ويعني كان هالبحث يمكن في أمور كتير طرقتوا لها، ولكن في محاور أساسية خلينا نبدأ فيها. طبعا مثل ما تفضل دكتورة هالة، التوحد هو مجموعة من الأعراض اللي بتظهر على الطفل. نعم. طبعا المهم الأساسية هو الأسرة خاصة الأم يجب أن تنتبه وتراعي أنه ظروف ابنها، وتنتبه وتتأكد أنه هذا ابنها عنده خلل ما
ما عم يتجاوب معها مشان نعالجه مباشرة بشكل مبكر بحيث ما يتطور معه مرض التوحد أو طيف التوحد بالحقيقة اللي هو مجموعة الأعراض اللي ممكن تتظاهر على مريض التوحد بحيث وقت يكبر تتطور وتسيء حالته وبالأخير ما نحسن نعالجه. طبعا بالنسبة لليوم العلمي نحن بنذكر انه هدول الأطفال اللي عندهم هالطيف المرض طيف التوحد هن أشخاص طبيعيين، هن أشخاص ممكن نحن نستفيد منهم بالمجتمع. نعم. هن أشخاص ممكن نحن إذا شخصنا حالتهم بشكل مبكر إنه نعيدهم للمجتمع ونستفيد منهم وبالتالي يكونوا فاعلين بالمجتمع مثل غيرهم من الأشخاص. يعني ما يخافوا الأهل إذا عندهم طفل مصاب بالتوحد، ممكن نحن بالبداية إذا اكتشفناه براحل مبكرة إنه نحسن الأعراض. طبعا بالحقيقة في إحصائيات عالمية حول مرض التوحد بينت أن حوالي 1-2% من الأطفال اللي عم يولدوا بالعالم هن مصابين بالتوحد. نعم. وفي إحصائيات عنا بسوريا بينت أنه انتشار التوحد عم يكون بالأماكن المكتظة بالسكان اللي فيها نسبة تلوث مرتفعة. فهذا الشيء نحن بالحقيقة فكرنا فيه أنه معناتها في علاقة وثيقة ما بين هالملوثات اللي هي معادن ثقيلة غالبة مثل الزئبق الكادميوم الرصاص وغيرها من المعادن اللي ممكن طبعا تنتقل إلى الأم ومن الأم بالرضاع إلى الطفل أو قبل الولادة حتى أثناء مرحلة الجنين ممكن تنتقل للطفل وبالتالي تخلي في عنده خلل ما هالخلل العصبي اللي ممكن يؤدي بالأخير إلى ظهور طيف التوحد. نعم. وبالتالي المعادن الثقيلة عم تأثر، فنحن فكرنا أنه معناتها إذا قللنا بنسبة المعادن الثقيلة سواء كان عند الأم الحامل أو قبل ما تحمل أو عند الطفل بعد ما يولد طبعا ممكن نحن نلاقي طريقة أنه نخفف المعادن. نعم. الثقيلة وبالتالي نلاقي طريقة للعلاج، يعني منع تطور الحالة إذا لم يكن المنع إطلاقا يعني معالجه بشكل كامل. تماما. لأنه في علاقة بالحقيقة وثيقة ما بين المعادن الثقيلة وبعض الإنزيمات الموجودة بالجسم. نعم. بعض الفيروسات الموجودة بالجسم بالجهاز المناعي وبالجهاز العصبي، وبالتالي نحن ممكن نستخدم المركبات المكونات النباتات الأعشاب الطبية اللي ممكن تخلب المعادن الثقيلة تمنع تركيزها بالجسم أو تحد من تركيزها بالجسم وبالتالي تحسن الحالة الصحية لمريض طفل التوحد. نعم دكتور، يمكن أجبت على سؤال أنه علاقة المعادن الثقيلة بمرض التوحد من خلال بحثك العلمي. دكتورة هلا، يعني مثل ما حكينا أنه شهر نيسان هو شهر التوعية بمرض التوحد، كنشطة مجتمعية إضافة لخبرتك الطبية اليوم، قدي مهم هذا الشهر للتوعية لكل أم اليوم، خاصة عنا كتير من ضغوطات الحياة يمكن اللي ما عم تخلي الأم كتير تنتبه على بعض المؤشرات عند أطفالها، إضافة أنه نحن بعصر الإنترنت والسرعة في عادات خاطئة جدا عم تأثر على الطفل، فخلينا من خلال حضرتك النبذة. الحقيقة أهمية التوعية مثل ما تفضلتي، ضغوطات الحياة الكبيرة وهو مرض التوحد بحد ذاته بيعمل ضغط وعبء شديد على الأسرة، على الأم وعلى الأب. نتيجة الأعراض الشديدة اللي بتظهر عند مصاب التوحد، تظهر عند مصاب التوحد اللي هي لا نوم ونوم ولا أكل وأكل. على فكرة يعني مريض التوحد ما بيأكل أكل كيف من كان، في إلهم قوام معين للأكل لازم يأكلوه. النوم غالبية مصابي التوحد قد ما يناموا بالأربع وعشرين ساعة أبدا. لا، القوام الأكل في عندهم حساسية غذائية معينة، زائد إنه النوم طفل التوحد أو مصاب التوحد بيعاني كثير من قصة النوم، ما بيناموا يعني حركة على مدار 24 ساعة، هذا كله بيزيد الضغوطات على الأم وعلى الأب. فإذا كانوا هني أصلاً ما نون واعيين بالتوحد وبهي الأعراض وما نون متفهمين، عم يكون العبء شديد، عم يوصلوا لحالات الطلاق. يعني بالأسر يلي في عندها مصابين توحد إذا الأم أو الأب ما نون متفهمين للحالة ممكن يوصلوا للطلاق. زائد أنه موضوع التوحد حتى بالمجتمع هو بشكل عبء، لأنه وجود مصابين توحد بأعداد
كبيرة يفرض على الدولة أن تعمل أو تهيئ كوادر تعليمية لتعليم هؤلاء المصابين، لأنه هن طريقة التعلم عندهم مختلفة عن الأطفال العاديين، هن بحاجة لكوادر خاصة بهذا الموضوع، بحاجة لكوادر صحية أيضا تهتم فيهم، فهذا كله عبء على الدولة بالميزانية. نعم. أيضا عبء على الأطفال التانيين الطبيعيين اللي موجودين، لأنه بيكون في جزء من العبء رايح على مصابي التوحد. من هون بتجي المسؤولية المجتمعية، أنه نحن توعي نعمل هاي الأيام العلمية، نعمل التوعية، نزيد التوعية بداية عند الأسرة يلي هي في عندها مصاب بالتوحد، نوعي أكثر لخصائص التوحد، نعرفهم أكثر، نعلمهم كيف يتعاملوا مع الطفل، كيف يتفادوا تطور الحالة عنده. زائد بنقول بعدين التوعية للمجتمع، لنعرف المجتمع بخصائص طيف التوحد ليقدروا يتقبلوا المصاب، لأنه لغاية اليوم ما في تقبل لفكرة التوحد، ما في تقبل للتعامل حتى معهم، كيفية التعامل. لازم ننتقل أيضا نزيد المتطوعين بموضوع التوحد، ندربهم على كيفية التعامل مع مصابي التوحد، لأنه هن بيكونوا أيضا خط رديف للعناية بهؤلاء المصابين. ولازم بالتنسيق مع الدولة يصير في توعية، في خبرات أكثر، في أنشطة أكثر عم تصير خاصة بالتوحد. ومع الأيام لازم نفكر بإيجاد فرص عمل لهم، لأنه مصابي التوحد يلي بطيف بسيط ممكن يكونوا فاعلين بالمجتمع، مندمجين فيه، ينجزوا ويعطوا، ما يكونوا هن منعزلين فقط عن بقية الأفراد. نعم. يعني دكتورة، حالات خاصة تعتبر هي أمراض التوحد، وهذه الحالات الخاصة مثل ما نوهتي يجب التعامل معها بعناية. تمام. لأنه عن جد ممكن نلاقي نتيجة، يعني بالدنيا ما في شيء ما له حل، أو ما في شيء ما له استجابة، لكن مثل ما حكيتي بيلزمنا نحن كمية كبيرة من الكوادر المؤهلة للتوعية، بداية بالأسرة وانتهاء بالمدرسة، والاندماج اللي عم يقوموا فيه دمج الأشخاص العاديين مع مرضى التوحد. وأيضا اليوم البحث العلمي اللي هو خلينا نقول دخلنا فيه شيء من سوريا ومن أرض سوريا، الأعشاب اللي ممكن هلأ عم نشوف أنه غير الأدوية، غير القصص الثانية، الأعشاب يمكن حكيت الدكتورة نقطة مهمة أنه ما بيناموا، ممكن يكون في شيء عشوائي مهدئة شوي للوضع، هذا الحديث أنت حتحكي لنا عنه. طبعاً بالنسبة لطيف التوحد مثل ما قلنا في مجموعة من الأعراض، ممكن الأعراض فرط إثارة، فرط تنبه، ممكن يكون أعراض بالعكس، يعني ممكن يعني المريض التوحد بيخلق جو خاص فيه. صح. هالجو اللي خاص فيه بيعيشه وبيرفض أي تنبيهات من الخارج، أي أوامر من الخارج، بيصير غير مطيع لأهله، لرفقاته، بيصير له عالمه الخاص، له جوه الخاص، وبالتالي لابد من استخدام بعض النباتات الطبية، بعض الأعشاب الطبية، أو بعض الأدوية لحتى تحسن من حالته، سواء كان بتخليه يهدى شوي مثل المهدئات الموجودة، أو بالحقيقة النباتات الطبية اللي لها تأثيرات مهدئة أو ما هي مسبب الإدمان، ما لها تأثيرات خطرة مثل بابونج مثلا، مثل اليانسون، مثل مجموعة من النباتات. وفي عنا نباتات بالعكس بتخلي نشط، مثل القرفة، الزنجبيل، القرنفل وغيرها من النباتات اللي ممكن تنشط تماما. إضافة إلى أنه في عنا مجموعة من النباتات اللي أثبتت تأثيرات على زيادة التروية الدموية على مستوى الدماغي مثلا، أو على مستوى الجملة العصبية المركزية، وبالتالي بتؤدي إلى تحسين التشابك العصبي وتحسين ردة الفعل وانتقال السيالات العصبية وترميم الأعصاب. فنبات جينكو مثلا، جينكو بيلوبا، هو نبات صحي منتشر عالميا هلا حاليا، ممكن ينزرع بعض الأماكن، وفي دول كثير تزرعه، بيستفيدوا من أوراقه في سبيل أنه ينشط التربية الدماغية ويحسن عمل الخلايا العصبية، يحسن الذاكرة. أيضا بالنسبة لبعض النباتات الثانية مثل الجينسينج مثلا، اللي أيضا ممكن يساعد ويقوي وينشط. إذا في عنا مجموعة من النباتات ممكن نحن نكون محلية، وممكن نكون أيضا نباتات تانية عالمية اللي بتساعد. وفي دراسات حقيقة كثيرة أكدت على هالموضوع، أنه إلها فعلا تأثير على طيف التوحد، ممكن تساهم كثير في تحسين حالة مريض التوحد، إضافة للعلاجات الأخرى. يعني هلأ بالصين مثلا بيستخدموا الوخز بالإبر طبعا للمعالجة، بكوريا مثلا بيستخدموا طرق ثانية اللي هي الأعشاب الطبية مثلا بصورة أكبر.
في بالطب القديم كانوا يستخدموا نوع من التراتيل والتعاويذ والموسيقى اللي هي جزء روحية من المعالجة النفسية، وهي واردة طبعا لحد الآن. يعني تلاقي مريض التوحد ممكن يحب يسمع موسيقى معينة يلتفت لها، استجيب. إذا حكيتي معه أنت يرد عليك، بينما بيرجع على الموسيقى بينتبه لها وبيكررها وبيرددها. حلو. وبالتالي هي جزء من المعالجة. فالمعالجات كثيرة ممكن كله يتضافر في سبيل نحن نخفف من أعراض طفل التوحد. نعم، يعني كثير من الأعشاب اللي ممكن تساعد الأهالي، خاصة يعني بهالظروف الاقتصادية، يعني ممكن الأهالي بيقدروا أنه يتكلفوا العلاج فيهم، يستبدلوا بشيء طبي كمان لمساعدة أبنائهم، زائد الحالة النفسية اللي لازم تكون متابعة من الأم. اليوم قدي كمان مهمة دكتورة المراجعة دائما للطبيب المختص، خاصة أنه صارت العائلات هي طبيبة نفسها بهي تمام. الظروف ممكن يكون في أدوية معينة ما بتناسب أطفال التوحد أو تأثر عليهم أو حتى تخفف من مناعتهم، خاصة مثل ما بنعرف نحن هلأ بكورونا كمان تمام. فخلينا كمان ننبه على الموضوع. هلأ مثل ما تفضلتي، هي موضوع العبء المادي هو اللي عم يخلي تراجع باستشارات الأطباء مثلا، أنه الأهل صارت الروح على عند الطبيب هي صحيح مكلفة، هي مكلفة جدا صحيح. والعبء المادي هو اللي بدي أرجع شوي على الحديث اللي قاله دكتور عصام، موضوع استخدام الأعشاب هو أيضا هو الأعشاب السورية المتوفرة بمجتمعنا ببلدنا، هي أيضا طريقة لحتى نخفف أو تكون صحيح. هي مساهمة تخفف عن الأهل عبء المصاريف المادية. رح أعطيكي مثال بسيط، البحث في بحث عم بيصير بكلية الصيدلة عن موضوع النباتات الخالبة للمعادن الثقيلة، مثل ما تفضل الدكتور أنه التلوث بالمعادن الثقيلة عم بيكون له أساس أو تأثير على الإصابة التوحد. عادة الأطفال كانوا يعالجوا بأدوية كيميائية خالبة للمعادن الثقيلة بتكلف مئات الدولارات. الآن البحث اللي عم نجري على تركيبة من النباتات السورية اللي هي القرص عنة والكزبرة اللي هن متوفرين بسوريا بشكل كتير، يعني حتى بريف الساحل بيعملوها سلطة القرص عنة، يعني كتير موجودة. هالمزيج اللي هو زهيد الثمن عمل تخفيض للمعادن الثقيلة عند هؤلاء الأطفال بنسبة كبيرة خلال استخدام لمدة 4 أسابيع. إذا نحن بدال ما نحط مئات الدولارات، نحن بتركيبة عشبية بسيطة قدرنا نوصل لنفس الفائدة. إذا هيدا الموضوع بيساهم بتخفيف العبء المادي عن الأهل. ضروري استشارة الأطباء. أي أم بتلاحظ على ابنها أي عرض مانو عادي أو مانو مماثل لأقرانه من الأطفال، ما تتردد أبداً بمراجعة الطبيب، لأنه أثبتت الدراسات أنه الكشف المبكر بيساهم كثير بتحسين الحالة لقدام، ما يستفحل المرض أكثر. فرجاء من أي أم عم تسمعنا، أي عرض بتلاحظيه على ابنك فوراً مراجعة الطبيب لحتى نتلافى القصة من أولها. صحيح. ويمكن كمان في نقطة مهمة دكتورة لازم كمان ننوه عليها، عدم الخجل بهذا الموضوع تماماً. لأنه عم يخجلوا ما عم بيروحوا عند الدكتور، هون بيجي دور التوعي، لأنه نعيهم أنه هيدا عادي، هذا هو مثله مثل بقية الأطفال، لكن هو مختلف بعض الشيء، في عنده مشكلة معينة مختلف بعض الشيء، لكن ما في شيء يدعو للخجل. من هون بيجي أهمية التوعية، أهمية تسليط الضوء. شكرا لكم أنتوا يعني كوسائل إعلام أنتوا لازم تكونوا شريكين معنا بهي القصة لنسلط الضوء، نعرف الناس أكثر على هالموضوع، أنه فعلا ما في شيء يستدعي للخجل، بالعكس هذا ابننا بدنا نحتويه، بدنا نعرف بس كيف نتعامل معه. صحيح. احنا بنتشكركم كثير على كل المعلومات اللي اعطيتونا اياها، وان شاء الله فعلا نلمس تحسن بواقع هيك طبابة اطفال التوحد، خاصة انه كل ام لازم تحس انه اي عارض بهيك بيتعرض له طفلة او بتحس انه طفلة ما له طبيعي، رجاء مثل ما قلنا انه استشارة الطبيب حتى يكون طفل طبيعي وفاعل بالمجتمع، وحتى يكون ابنك مثل ما بدك بالمستقبل. فاكيد نحن بدنا نشكركم.
لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك ايضا دكتور، وموفقين بالبحث العلمي وان شاء الله هيك بنتائج مرجوه هيك نحن بنتمناها ان شاء الله هيك موفقين. دكتور عصام حسن اغا نائب عميد كليه الصيدله، والدكتوره هاله شاهين مدرسه في كليه الصيدله، اهلا وسهلا. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم. سالي، شهر رمضان كمان هالسنة بيجي وفي عنا لساتها جائحة كورونا، لكن بالرغم من كل الإجراءات الوقائية اللي عم تتم وخاصة بالمطاعم بمسقط العمانية، أكيد بالسنوات الماضية لاقت المطاعم السورية والمطبخ السوري إقبال كتير كبير من قبل العمانيين والسوريين والجاليات العربية الموجودة هناك، لهيك رح نعرف أكثر عن تفاصيل تأثير المطبخ السوري بعمان مسقط تحديدا بهالتقرير. يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام ولا تزال جائحة كورونا تخيم على العالم للسنة الثانية وسط إجراءات احترازية دولية للوقاية منه. المطاعم السورية التي انتشرت هنا في العاصمة العمانية مسقط في السنوات الماضية ولاقت مميزا من الجميع تحرص على تجهيز الموائد السورية والطبخات التي تعود عليها السوريون والعمانيون والجاليات العربية ليضيفوها لموائدهم في الشهر الفضيل، حيث يؤكدون على تميز هذه الأكلات التي أضيفت لإفطارهم وكذلك المشروبات والحلويات الرمضانية. بالنسبة للأكل السوري شيء جميل جدا وتعلمنا أشياء كثيرة جدا منه. أما بالنسبة لرمضان إن شاء الله راح نضيف الحلويات السورية على المائدة، القهوة السورية شيء طيب تعلمناه هنا معهم في المطعم. كل عام وانتم بخير، أتمنى لكم إن شاء الله رمضان خير. أول شيء بنعيد على أخواننا في عمان، في سلطنة عمان، وعلى أهل سوريا برضو كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. ينعاد على الجميع بالخير والبركة إن شاء الله. وبالمناسبة هذه احنا موجودين في مطعم سوري، طبعا اكيد بالمية الاكل السوري له خلينا نحكي النكهة الخاصة اللي بتميزه عن كثير من النكهات العربية، وهذا اصلا جربناه في سوريا قبل ما نجربه في عمان، وحتى في دول كثيرة تنقلنا فيها، فكان في دائما ميزة خاصة بالاكل السوري بتحس انه معمول بالنفس، وهذا اللي بنقدر نحكي عنه. بالنسبة للمطعم الجميل هذا بديكوراته وبالموظفين اللي موجودين فيه، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك من عيد الأمة العربية والإسلامية. وطبعا بالنسبة للأكل السوري، طبعا احنا معروف الأكل السوري في كل أنحاء العالم صفى، مش بس بالدول العربية. حبوا تقاليدنا، أعرافنا، ضفناهم على طريقة تقديمنا للمأكولات للحلويات الشامية. نحن بصراحة انبهرنا بوجودنا هون بالسلطنة وتفاجأنا بالإقبال الكبير، يعني في قبول، في إيجابية من الشعب العماني لحبوا الأكل، حبوا الأكلات السورية. هذا الشيء بيرجع للتراث السوري ومقدرتنا الحمد لله نخليه قريب من عاداتهم ومن تقاليدهم بالسلطنة. يحرص أغلب الناس هنا على تذوق الأكل السوري وإضافته لوجبة الإفطار في الشهر الفضيل نظراً للتميز الذي يتمتع به. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط. يعني زينب إن شاء الله هيك شهر خير وبركة، يمكن كمبادرة من مسقط هي مبادرة جميلة بشهر الخير. والله الأكل السوري طيب بعده ما في. يعني رح نروح من مسقط زينب لحلب الشهباء وأجواء بازار عيد الفصح في كاتدرائية النبي إلياس للروم الأرثوذكس، تفاصيل أوفى مع أحمد صادق. بمشاركة 45 عارضاً افتتح بازار عيد الفصح المجيد الذي أقيم على مسرح كاتدرائية النبي إلياس للروم الأرثوذكس في حلب. هذا المعرض دخلنا عليه تقريباً من 6 سنين. كانت الفكرة هو بلقاء العائلات ذات الدخل المحدود يلي ممكن تطلع بمنتجات منزلية. فبلشنا من 6 سنين بهذا اللقاء دورياً قبل كل عيد،
فصار في عنا وصلنا لمرحلة عنا موسمين من المعرض، موسم على العيد الصغير وموسم على العيد الكبير. المعرض تضمن منتجات يدوية الصنع من حلويات العيد والشوكولا والألبسة ومواد التجميل والزينة، إضافة إلى المنظفات ومواد التعقيم. بالنسبة لهدف المعرض أنه هو يحتوي الناس اللي ما بتقدر تفتح محلات وتشتغل فيها، بتشتغل بالبيت بمختلف الصناعات اليدوية، ممكن يكون مأكولات، ممكن يكون نباتات. ونشكر ربنا عم بيلاقي إقبال حلو، وعدد المشاركين تقريبا 45 مشارك ومشاركة، دايما بيكونوا معنا، وطبعا في ناس جدد عم تتعرف علينا وبتجي بتحط طاولات عنا، ونشكر الله الوضع ممتاز رغم هاي الظروف الصعبة. بتمنى سنة الجاي تكون الأوضاع أحسن من هيك والمشاركين أكثر بكتير يا رب. هاي مشاركتنا ثالث سنة إلنا منشارك، طبعا هديك السنة بسبب ظروف كورونا ما قدرنا نكون موجودين. طاولتنا هي منتجات الأخوة بمساعدتهم اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة أو أهاليهم أو الأصدقاء، وطبعا هو بيرجع نراجع كل شيء للنشاطات ودعم للأشياء اللي بنعملهم يعني خلال الصيف وخلال السنة. طبعا هالسنة نوعنا شوي بمنتوجاتنا أكثر، في عنا الزرعات هيك الشتلات الصغيرة، الصبارات، الأوليفيرا، منه عملنا لهم هيك مثل توعية شوي للأخوة إنه على النباتات وعلى البيئة. هي مشاركتنا الثانية بمعرض نابلياس، والحمد لله المشاركة فعالة والحضور رائع الحمد لله. بشتغل بالحلويات، عملت دورة حلويات، كله شغل إيدي، حلويات، شوكولا، شيء بخص العيد، عيد الفصح. هاي تاني مرة بشترك بالمعرض. هذه المعارض تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض منتجاتهم كونهم لا يملكون محلات خاصة بهم، وتعريف الناس بالمنتجات الوطنية ودعم الصناعات اليدوية. سالي، دائما منذكر بطبعا موضوع الالغام، مخلفات الارهاب. بكل عام عم تقتل هالمخلفات القابله للانفجار اعداد كثير كبيره من المدنيين، وتحديدا للاسف الاطفال. هالمخلفات هي اسلحه غير منفجره اللي طبعا مثل القذائف المدفعيه، الهاون، القنابل اليدويه والصواريخ. طبعا اعتمد المجتمع الدولي عام 2003 معاهده للمساعده من الحد من المعاناه الإنسانية الناجمة عن مخلفات الإرهاب القابلة للانفجار، وتقديم مساعدة فورية للمجتمعات المحلية المتضررة. طبعا لما توجهنا بالسؤال للشارع السوري عن كيفية نشر الوعي خاصة للأطفال، رصدنا عدة إجابات. هالآراء بخلال طرق معينة لنشر الوعي. بدنا نشوف اليوم بتقرير زميلتنا رزان سليمان شو قالوا للشباب عن طريقة نشر الوعي من مخلفات الإرهاب. في كل عام تقتل مخلفات الحرب القابلة للانفجار أعدادا كبيرة من المدنيين أو تصيبهم بجروح، وهذه المخلفات هي الأسلحة غير المنفجرة التي تترك بعد نزاع مسلح، مثل قذائف المدفعية والهاون والقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ. المجتمع الدولي اعتمد عام 2003 معاهدة للمساعدة على الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وتقديم مساعدة سريعة إلى المجتمعات المحلية المتضررة. وعندما توجهنا بسؤالنا للشارع السوري عن كيفية نشر الوعي للأطفال، رصدنا الإجابات التالية. لازم يكون في شوية وعي من قبل الأهالي وجه أولادهم أنه أي شيء بيشوفوه غريب يبعدوا عنه، أنه يا أما أنه المفروض يكون في وعي من قبل الطفل يخبر أهله والأهل يخبروا الجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع. وفي فكرة لازم نتوجه لأنه ممكن تكون الألغام على شكل ألعاب أو صناديق صغيرة بتجذب الأطفال لأنه يعرفوا شو موجود بضمن هذا الصندوق. اللغم يعني بيكونوا حاطينه بغزانة، يا مثل لعبة تقريبا، يا على شكل خيط، يا على سيارة صغيرة تقريبا، أو لعبة صغيرة باربي أو شيء تقريبا هيك شيء. يعني إذا عبيكم شو الأولاد عيفكروا لعبة، هو عم يفجر. يعني هذا اللغم لازم نتحذر منه للأطفال خاصة. طبعا هلا الواحد لازم ينتبه مثلا بالاماكن المدمره، بده يروح الولد بده يكون اكيد بده ينتبه
واهالي بدهم ينبهوه كمان انه ممكن يكون اللغم على شكل لعبه، على شكل اي شيء بيلفت نظره للولد. لازم ينتبه، لازم كمان الاهالي يتوعي اولادها اكيد على القصه هاي. نحن بنوجه الاهالي من خلال انه حملات التوعيه اللي عم تصير مثلا عن طريق الاعلام او عن طريق الوزارات، وزاره الداخليه او وزاره الثقافه او كذا، ومن خلال الاهالي هن يعني الحاضنه الاساسيه للاولاد، انه يوعوا اولادهم انه اذا شفتوا شغله لا تقربوا عليها، خبرونا، مو كل شغله تشوفوها تقربوا عليها. من هيك يعني من خلال هيك لازم نوعيهم. طبيعي نحن بعد حرب 10 سنين يكون في مخلفات لهي الحرب، يكون في لغم ارضي، يكون في اي شيء ممكن مثلا ياذي اطفالنا، ياذي اولادنا. عندي طفل تقريبا عمره 3 سنين، هلا بدي بلش انا وعي بانه هذا اللغم ما يقرب عليه، بلش وعي بانه في شيء ممكن ياذيه بالطريق، بدي احاول قد ما في امثل له بانه ممكن اذا قربت من هذا الشيء ماما يفقع فيك، يجرحك، ياذيك، ينزل منك دم. يمكن بلعبه بسيطه من العابه امثل له بانه كيف اذا دقر هذا الشيء ياذيه للعبه، وحاول ما عليه بدي اجرح له مشاعره شوي مشان يعرف بانه بيأذيه. ممكن مثلا جيب له لعبه بحبها هو، اجرح له اياها او اشطب له اياها انه شوف ماما كيف صار فيها لانه دقرت هذا الشيء. لازم ننشر الوعي نحن بمجتمعنا خاصه الاطفال، يعني في حال وجود اي جسم مخلفات لازم نخبر الجهات المختصه. الجهات المختصه طبعا هي فورا رح تقوم بالواجب، طبعا في ارقام بينشروها للجهات المختصه هي مسؤوله عن هيدا الشيء، وإن شاء الله بينتشر الوعي والأمان ببلدنا وترجع الأمن والأمان. بهذه الآراء عبر الأهالي والشباب السوري عن نصائحهم وطرق نشر الوعي في حال تعرض أطفالهم لإحدى مخاطر مخلفات الحرب والألغام المتفجرة بأنواعها وطرق حمايتهم للحفاظ على أمنهم. زينب، يعني بعد هالتقرير المهم جدا، يمكن هلا وقت انه نحن نقوم بالتوعيه بهذا الموضوع اللي هو خطر جدا، وممكن بغلطه هيك صغيره انه يشوه حدا او يقضي على حياه حدا. دائما مثل ما عم نستضيف ضيوفنا وخاصه صحيح. يمكن الاعلام التنموي اللي له دور كبير بالتوعيه صحيح. قلنا اي جسم غريب ينتبهوا حتى الاطفال ما يلعبوا فيه او حتى بالاراضي الزراعيه للفلاحين، يعني ان شاء الله ما حدا بيسيبوا شيء حتى بساعه الغفله يا رب. الله يحمي الجميع وان شاء الله فعلا بنتخلص من مخلفات الإرهاب وما حدا بينأذى أبدا يا رب. إن شاء الله زينب، أكيد مثل ما قلتي. وأيضا رح ننتقل لهيك محطتنا اليوم المميزة مع عالم وأخبار الفلك والنجوم وانعكاساتها بالتغيرات المناخية على الأرض. مساحة خاصة رح تكون اليوم لنحكي أكثر عن اليوم الدولي للفضاء الذي يصادف 12 نيسان، حيث رصد أهله أكيد شهر رمضان المبارك كل هالمواضيع. وأيضا التفاصيل رح نناقشها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك. صباح الورد زينب، صباح الخير والفل. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك دكتور. يعني اليوم العالمي الدولي للفضاء خلينا نقول والرحلات الفضائية، بدنا نتعرف أول شيء بداية مثل ما بتعودنا بحكايات الرحلات الفضائية وعالم الفضاء، أهم هالرحلات وتأثيرها أيضا بوقتنا الحالي. تمام. 12 نيسان عام 1961، هذا اليوم، هذا التاريخ لن ينسى، لن يمحى من ذاكرة البشرية. بهذا اليوم تحديدا انطلق أول إنسان إلى الفضاء. خلينا نحن نرجع شوي بالتاريخ ل 1957 عندما انطلقت سبوتنيك 1 أول قمر صناعي راح على الفضاء. مع هذا النجاح السوفيتي تشجع السوفييت، قال خلص نحن بدنا نطلع إنسان للفضاء. سوفييت يرسلوا إنسان للفضاء بوقت ما بنعرف شيء عن الفضاء. ب 12 نيسان عام 1961 تجهز يوري جاجارين بالمركبة، قبل 12 ساعة طلع على المركبة. تخيلوا يا حرام 12 ساعة مقضيها مربوط وعم يستنى لحظة الانطلاق. كمان نرجع شوي بالتاريخ، انا عم ارجع اقدم شلون اختاروا يوري جاجارين. بعام 1957 لما نجحت سبوتنيك 1
أعلن كوروليف اللي هو عراب المشروع السوفيتي الفضائي هذا العالم الكبير هذا النابزة أو النبغة يلي أو النبذة يلي أخرجتها الاتحاد السوفيتي بعلوم الفضاء والفلك، أعلن بالصحف السوفيتية أنهم بحاجة إلى طيار متطوع يضحي بحياته من أجل الاتحاد السوفيتي. فتقدم 10 طيارين، اختاروا منهم 2 يوري جاجارين وتيتوف. تيتوف كان ذكي، كان عضلاته حلوين، جسمه قوي، أطول من يوري جاجارين وأذكى وعملي أكثر، لكن تميز يوري جاجارين ببسمة ساحرة، فتم اختيار البسمة الساحرة لأنه سيكون معبر عن وجه الاتحاد السوفيتي بهذا النجاح. ما في عدل. يوري جاجارين لما تجهز إلى الانطلاق كتب وصيته، لأن كوروليف أخبره ليوري جاجارين أنه سامحنا يا يوري جاجارين، نحن رح نطلقك إلى الفضاء لتضل 108 دقائق بالفضاء، لكن صعب ترجع على الأرض، فاكتب وصيتك. لكن ذكاء يوري جاجارين بيقولوا اللحظة الحرجة، الإنسان بيعطي أفكار مبدعة. لما اللحظة اللي احترقت فيها المركبة تصرف يوري جاجارين تصرف أذهل الجميع، قفز من المركبة بالمظلة، هو طيار، فهبط بسلام إلى الأرض، أدهش الجميع بأنه عاد حيا إلى الأرض. لما نزل سالي زينب ما نزل بالمكان المخصص أن تحترق المركبة، نزل بأرض زراعية، فكان في عجوز عم تطلع على يوري جاجارين هو نازل. يا لطيف شو هذا النازل من السماء، شيء بيخوف. ارتعبت، خافت، بعدت عنه. قام هو هيك نازل من الفضاء مكسر كذا، شوي شوي قربت العجوز لعنده، قال بس بدي اسالك انت جاي من الفضاء؟ هو هيك يعني منهك. قال لا، بيأسفني ان اقول لك ايه جاي من الفضاء. ففعلا هبط يوري جاجارين. يوري جاجارين لما طلعوه على الفضاء ما بيعرفوا شو في بالفضاء، خافوا يكون في كائنات حيه بالفضاء، في ايليونز، في فضائيين، فاعطوه مسدس حربي يستعين فيه اذا لقى الغرباء. كانوا ما بيعرفوا انه بالفضاء لا يطلق المسدس، يعني اذا استخدمه تماما ما كان استفاد منه. قصص جميله جدا عن يوري جاجارين. للاسف الشديد يوري جاجارين بعد فتره من الزمن توفي بحادث طائره، لكن زار عدد كبير من الدول. يوري جاجارين الطقوس اللي عملها قبل ما ينطلق الى الفضاء اصبحت طقوس كل رائد فضاء، سواء روسي او امريكي او اوروبي او اي رائد فضاء بالعالم، بده يساوي نفس الطقوس، يروح يزرع شجره بالارض، بعد منها يحضر فيلم عن تطور علوم الفضاء والفلك، يودع اسرته ويتجه لمحطه الفضاء. يعني خلينا نقول الاول رائد فضاء طلع على الفضاء واكتشف هو روسي سوفيتي يوري جاجارين، وضل 108 دقائق فقط، يعني ضل عم يدور حول الارض 108 دقائق. طبعا على الارض ما كان فيها الوسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوم، والله وانترنت وكيفك يا يوري وشو عامل هلا. كان مربوط بكرسي ومثل الجنين برحم الوالده، مربوط بهالطريقه وقاعد، ما في شيء يعمله غير مجسات وعم يتأمل هالفضاء. حلو. فعلا يعني كان إنجاز كبير، ولهذا 12 نيسان من كل عام يحتفل العالم بهذه الذكرى، بهذا الإنجاز، بهذه المغامرة. يعني تخيل عن جد مغامرة فعلا، أنا ما عرف شو بده يصير فيه، يعني اجي محله مستحيل أطلع، صعبة جدا، ما بيعرف بده يصير فيه. حكى شيء عن الإحساس اللي حس فيه هو. فعلا أول شيء بكل صراحه وبكل وضوح قال انه انا كنت ميت رعبه، يعني كنت خايف لطريقه مو طبيعيه، خايف بس غامر تماما. تاملت الكون، تفاجات بالظلام حولي، توقعت ان ارى اضاءات النجوم لكن فوجئت ظلام دامس. نظرت الى الارض، طبعا على لسانه هذا الكلام، فوجدتها كرويه، يعني ضحض يلي بيقول الارض مسطحه. فعلا قضى 108 دقائق وهو يتامل الارض من الفضاء وخايف، وقال هو يعني انا كنت متوقع باي لحظه انه انا خلص انتهت حياتي. لما بدات اعود الى الارض وارى احتراق المركبه، شيء ما دفعني انه اكبس الزر يلي بيطلقني خارج المركبه، رغم انه هذا كان ممنوع ما بصير يكبسه، لكن كبسه من حلاوه الروح وهبط بالمظله ليكون عربون رائد فضاء. للاسف الشديد وقتها ادعوا انه طالما هبط بالمظله فهو ليس رائد فضاء، لانه ما بصير رائد فضاء يهبط بالمظله، لكن الصور والمعلومات والبيانات والانجاز الاخر الذي لحق به الاتحاد السوفيتي بعد يوري جاجارين اللي هو السير بالفضاء لتيتوف، كان خلينا نقول الفيصل في حكم ان الاتحاد السوفيتي فعلا كان هو صاحب الاسبقيه بعلوم الفضاء والفلك. يعني لحظات لا تنسى بتاريخ البشريه، عام 1961، 40 عام اليوم مرت على اطلاق اول انسان الى الفضاء، اليوم صار عندنا
مئات رواد الفضاء اليوم حاليا الان، ونحن عم نحكي في 6 رواد فضاء بمحطه الفضاء الدوليه عم الان يمارسوا حياتهم. عندنا صار دائما دائما يوميا في رواد فضاء بالفضاء. نعم. عم يعملوا تجربه عن الحياه في الفضاء. يا رب قريبا نشوف رواد فضاء على القمر ان شاء الله، هيك نصير نقضي شهر العسل على القمر. ممتاز. رحلات ان شاء الله. دكتور، يعني حاله مناخيه متغيره عم يشهدها كوكب الارض، وعم نلاحظها نحن كمان كسوريين عبر منطقتنا. كنا نحس بكل فصل بفصله، وهلا صار فصل الشتاء اطول، صار فصل الصيف، رغم كمان في قساوه بالفصول بارتفاع الحراره او انخفاض الحراره. صح. بشكل ما كثير يعني مقبول عند السوريين، خاصة لاحظناه بآخر سنتين. فخلينا نعرف شو الأسباب، وهل رح فعلا رح تضل مستمرة هاي الحالة المناخية؟ آخ يا زينب آخ، من مبارح أول مبارح ومبارح ومن يومين هبطت درجات الحرارة 8 درجات. صح. أو من كم يوم ارتفعت لدرجة 30، وهي حالة استثنائية بطقسنا بمناخنا، أنه يوصل الحرارة 30 درجة ببداية نيسان، ما سبق وتسجلت. صحيح. يعني حرارة عالية مباشرة، ثاني يوم هبطت 8 درجات. امبارح لاحظنا البرد، يعني قلنا امبارح يلي مشي بالطريق امبارح طلع دخان، يعني كانون. تماما كانون رسمي. واليوم شوي الجو صافي، بكره حنلاحظ ارتفاع درجات الحرارة ليومين، بعد منها في انخفاض ثاني بدرجات الحرارة. إذا هذا هو الاضطراب المناخي اللي تحدثنا عنه ودائما نتحدث عنه. هذا العام السابع على التوالي اللي حتشهد الكرة الأرضية الارتفاع بدرجات الحرارة. نعم. الغير مسبوقة. طبعا نحن نأمل أنه هي بداية النهاية بالمناخ، يعني أنه نرجع المناخ لحالته الطبيعية بسبب وباء كورونا اللي خفف من الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، بالتالي بدء تعافي الارض اعتبارا من العام القادم. لكن حتى اكون صادق، انا ما بدعو للتشاؤم، لكن هذا الواقع، انه نحن نعمل حسابنا انه مقبلين، مشان بكره ما نتفاجأ، مقبلين على صيف قاسي طويل، راح يدخل الصيف مع نصف الربيع ويستمر الصيف الى منتصف الخريف. يعني من نص شهر ايار ممكن يضل حتى بنقدر نقول لشهر 11 نيسان، والله باخر نيسان متوقعين الصيف، يعني باخر 10 من نيسان وندخل الصيف وصولا الى الشهر العاشر. للعاشر فعلا، يعني هي القصه لازم تكون يعني بالنسبه لنا مضبوطه مدروسه. هذا الواقع، يعني هذا كلامنا، كلام المديريه العامه للارصاد الجويه. نعم. كلام كل العلماء بالعالم. اليوم نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون متابعه يوميا، مدروسه يوميا، بنعرف قديش هي النسبه، قديش تاثيرها على الارض. صحيح. وبالتالي هذا ما جنيناه نحن. صح. وليس الفلك. صح. والكون والكواكب والشمس اللي عملته فينا. من يومين دكتور كان لكم تصريع عن جسم اغلب العالم فكرته نيزك على الارض، وطلع له صوت يمكن شوي، او كان له صوت بسيط، او كان له وهج، فالعالم فكرته نيزك انه بخالص. على فكره لو نيزك كان حقه بمليارات الدولارات لو كان الجسم الذي صار. لا، وانا كنت بدي اطلع اتمنى يعني كمان طلع مو. طبعا استحاله يكون نيزك، نحن فورا مباشره صرحنا واكدنا انه ما في داعي للخوف، ما في داعي للقلق، النيزك مو هيك شروطه، النيزك مو هيك بيسقط، النيزك لما يسقط بيعمل صوت قوي جدا ويسمعوه كل اهالي دمشق، يعني مو بس جزء مكان كانوا قريبين من احتراق هذا الجسم، ثاني شيء بيعمل فوهه نيزكيه، بيعمل حفره كبيره، في جزء لازم يسقط على الارض. الأجسام اللي بتحترق بالفضاء بهذا الشكل هي أحدى نوعين، إما أن يكون كرة نارية ونحن قريبين من ظاهرة فلكية هي القيثاريات اللي هي هطل شهابي بآخر العشر من نيسان، فبتكون كرة نارية عادة تحترق. مو هذا اللي صار، اللي صار نحن يوم الجمعة كنا على اتصال ومتابعة لإطلاق المهمة 18 إلى محطة الفضاء الدولية، دائما في مهمات إلى محطة الفضاء الدولية، هي المهمة فيها صاروخ له عدة مراحل، هي المراحل تحترق في الغلاف الجوي، فكل فترة وفترة تحترق المرحلة بمكان ما في العالم حسب مكان تموضع محطة الفضاء الدولية. نحن يوم الخميس تابعنا محطة الفضاء الدولية وهي تمر في سماء سوريا، وبالتالي كان يوم الجمعة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية في أفق سماوي في سمت واضح مع بلادنا، وبالتالي عندما هبط بقايا الصاروخ احترقت تماما في الغلاف الجوي، فشاهد سكان دمشق هذا الاحتراق ما بين نهاية المرحلة الأولى من الصاروخ والغلاف الجوي. طبعا لا تسقط إلى الأرض، ما في أي جزء منها يسقط إلى الأرض، هي مهمات فضائية مثل أي مهمة بالعالم فيها صاروخ حامل لها، هذا الصاروخ يحترق بمعظمه بالغلاف الجوي. نعم. ويبقى باقي ما تبقى من الصاروخ يدور في مدار محدد حول الأرض.
فلا تأثير له إلا الشكل اللي شفناه وهو واضح أنه احتراق، يعني عم نشوف الشعلة والاحتراق. للأسف الشديد بعض مواقع التواصل الاجتماعي ركبت صورة على أساس نيزك كبير وصار في هلع، حالة هلع عند بعض الناس. أبدا لا، هي شغلة متابعة. لو نيزك كمان نقطة كتير مهمة، نحن مو لحظتها بنعرف، في عنا شيء، نحن عنا تلسكوبات، عنا مراصد، عنا منظمات تتابع النيازك أول بأول، فحتما نحن عنا أكثر من 30 ل 40 يوم معرفة باتجاه النيزك، وبالتالي لو كان نيزك تحذير. كنا نحن عرفنا وقلنا أنه في نيزك جاية، ديروا بالكم رح يسقط بهالمكان أو بهالمكان، وأخذنا أي إجراءات. لكن فعلا هو ما له نيزك إطلاقا، ولا يمكن أن يكون نيزك بهذه الطريقة، بهذا الهبوط. نعم. بهذه الطريقة العمودية، هو جزء من مهمة فضاء أطلقت إلى محطة الفضاء الدولية، وهي المهمات الروتينية التي يتم إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية لإرسال الطعام والشراب والدعم اللوجستي ورواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية. نعم دكتور، كويكب بالقيامة كمان اللي كتير عم ياخد صدى على مواقع التواصل وحقيقة اصطدامه بالأرض، خلينا نعرف عنه قبل ما تصير الشائعة حقيقة. أو أبو فيس، كويكب القيامة أو اسمه العلمي أبو فيس، هذا كويكب من الكويكبات اللي يدور حول الأرض، تسمى كويكبات طروادة، اللي تشكل نوع من أنواع الكويكبات تسمى بمدار أبولو، اللي هي المدار المهدد للأرض. ما معنى كلمة مهدد؟ معنى كلمة مهدد للأرض أي أنه على بعد ملايين الكيلومترات، وفي حال حدث شيء ما كوني واصطدم جسم بجسم آخر واصطدم بهذا الكويكب، قد ينحني مساره ويتجه إلى الأرض. أما أن يصطدم بالأرض فهذا المعلومة غير صحيحة إطلاقا، يعني ما قربت أبدا أبدا، هو بعيد جدا حتى أبعد من القمر، وقطره لا يتجاوز بضع مئات من الأمتار، وبالتالي أصغر من القمر وأبعد من القمر، وعنا حاجز اللي هو القمر، يعني حتى لو فكر يجي لعنا يصطدم فينا خلاص داخله بده يصطدم فينا، عنا حاجز القمر. طيب القمر ما له فاضي له، دخل للأرض، في عنا الغلاف الجوي، فإذا في عنا وسائل دفاع، وسائل حماية، هذه الحماية يعني. تماما، يعني مو بهالبساطة، يعني النيزك اللي قضى على الديناصورات قبل 65 مليون سنة، يعني نحن بملايين السنين، وهي متوسط كل 200 مليون سنة ليجي نيزك مدمر للأرض، وبالتالي لساعتنا بعاد عن أي نيزك مدمر للأرض. إضافة لهالشيء أنه كل النيازك اللي حول الأرض مدروسة من هون ل 400 سنة، ما في أي كويكب يهدد. نعم. الأرض، يعني هذا علم دقيق، مو بس نحن عم نحكي، وكالات الفضاء موجودة على مواقعهم، لا نخاف، لا ندعو للقلق. مشكلتنا نحن بمواقع التواصل الاجتماعي كتير بتعمل إثارة بأخبار وقصص، لكن العلم خلينا ناخد معلوماتنا من مصادرها، عنا وسائل إعلام جميلة جدا، مضبوطة، دقيقة، متابعة، خلونا ناخد المعلومة من مختصين، من مصدر رسمي، من مصدر معروف، أفضل من أنه نتناقلها بطريقة غير مباشرة. صحيح. وتكون خاطئة ونسبب مشاكل كتير، مثل هلأ يعني رح تشهد إشاعة أنه والله بدأ يشهد العالم 6 أيام مظلمة بسبب انفجار على سطح الشمس، كل هذا غير صحيح، الشمس هادية، ما في انفجار، الوضع الكوني مستقر، لكن للأسف الإشاعات هي اللي عم تقتلنا. صح، يعني بدنا نشكر وجودك معنا دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله بحلقات تانية، طبعا تضيفنا الدائم حيكون لنا وقفات تانية لمواضيع تانية. شكرا على التوضيح انه في شغلات كثير مغلوطة عم نوقع فيها نتيجة تناقل المعلومات الغير صحيحة. تمام، لكن لا ننسى انه اليوم نحن على موعد فلكي جميل جدا. حلو. مع رصد هلال شهر رمضان المبارك اليوم. أكيد. هذا اليوم 12 نيسان. تمام، جلسة الالتماس، الجلسة الفلكية، العرس الفلكي بالنسبة لنا كفلكيين. كل عام بخير سالي زينب. كل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالخير والصحة وعلى كل مين عم بيتابعنا يا رب، ان شاء الله هالشهر بيحمل معه الخير والسلامة والراحة البال لكل السوريين يا رب. كل عام. شكرا لوجودك دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا اياها، واكيد اي معلومة بتخص الفلك والفضاء اكيد مصدرنا انت كجمعية فلكية. شكرا لك. شكرا لك دكتور. اما هلا زينب يعني رح ننتقل، صار الوقت ننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار اللي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا هديل العدلي. استاذ صباحك يا هديل. صباح الخير سالي وزينب، صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. موجز لاخر واهم الانباء بعد هذا الفاصل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة في الخليل بالضفة الغربية واعتدت على المزارعين الفلسطينيين، وذكرت مصادر عالمية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الوهادين جنوبي بيت أمر واعتدت على المزارعين الفلسطينيين
ومنعتهم من زراعة أراضيهم واستصلاحها. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين التعرض لمركز التخصيب في مفاعل نطنز النووي، وشدد صالحي بأن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه والأمرين والمنفذين، وأوضح أن طهران ستواصل بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل على رفع الحظر الجائر. من جهته أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن الحرب التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضا اعتداءات إرهابية وتخريبية في مناطق مختلفة في البلاد. أكد المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنه لا أحد يقبل احتمال اندلاع حرب مع أوكرانيا، وأوضح بيسكوف أن بلاده لن تقف على الحياد حول مصير الناطقين بالروسية جنوب شرقي أوكرانيا. وتابع بيسكوف: لا أحد سيتحرك نحو الحرب، ولا أحد يقبل على الإطلاق احتمالية مثل هذه الحرب مع أوكرانيا أو اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا. الموجز انتهى، عودة إليك سالي. شكرا لك زميلتنا هديل العليم. كافيين انا وزينب باخر فقره من صباحنا لليوم، قلنا لشي ناطينه العالم، فقرتنا الطبيه زينب. فقرتنا الطبيه اليوم مميزه لانه مرتبطه بشهر رمضان المبارك، ان شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحه. رح نحكي اليوم طبعا عن الصيام بالنسبه لمرضى السكري، شو الاجراءات المفروض اللي تكون، هل يصح لهم الصيام او لا، والاحصائيات المرتبطه بهالمرض مع الدكتور زياد زوده الاستشاري بامراض الغدد الصم والسكري. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. صباحك يا زينب وصباح كل المشاهدين، ورمضان كريم على الجميع يا رب. رمضان كريم عليك. صباحك خير دكتور وكل عام وانت بخير. يعني سعد لي صباحك. صباحك، يعني شهر رمضان المبارك على الابواب، ما خلص صار بكره، ما عاد يعني قرب كثير. فمجموعة دائما نحن هيك ببداية حديثنا بنتوجه فيها لجميع المقبلين على الصيام، وخاصة اللي بيعانوا من مرض وهنن لا بدهم يصوموا. سالي، نحن عنا نوعين من السكري، عنا سكري اللي عند الأطفال وعند اليفعان. نعم. اللي بتعالجوا بالأنسولين، وحتى وقت يكبروا رح يضلوا يتعالجوا بالأنسولين. يعني في كمان اعتقاد خاطئ وشائع انه انا ابني بس يكبر يصير بالغ بصير بياخذ حبوب فمويه، اكيد لا. يلي بيكون عنده سكري وهو طفل رح يضل معه سكري مدى الحياه، هي كثير بدنا. وفي عندنا السكري اللي بيجي على الكبار وبياخذ حبوب فمويه. هلا بدي اقوله لكل مشاهدينا انه نحن وقت يكون عندنا سكري حتى على الحبوب الفمويه بيوصل لوقت انه حتى ما تأدي. بدي اشرح شوي لمشاهدينا، نحن عندنا الحبوب هي وظيفتها، عندنا سفنجه فيها كميه مي معينه، الحبوب وظيفتها تعصر السفنجه، اذا السفنجه نشفت معناتها نحن الحبوب الفمويه ما عاد لها دور بدنا ناخذ انسولين. هون اللي عم ياخذ انسولين ما بيقدر يصوم، وحتى لو كان عنده سكري اجى على الكبر وعم ياخذ انسولين لانه صار الحبوب الفمويه غير كافيه وضفنا له انسولين. رب العالمين ما بيدعونا للتهلكة. الصيام مو بس انه نحن نمتنع عن الطعام من صحيح. الفجر للمغرب. الصيام هو محبة، الصيام هو نطعمي فقير محتاج، الصيام هو نعامل بعضنا بحنان، هذا الصيام. الأمور الثانية، في ناس سالي بيقلبوا ليلهم نهار ونهارهم ليل، وكثير بعرفهم بيبرمجوا حالهم بيفيقوا على المغرب بضلوا سهرانين كل الليل وبعدين بيناموا كل النهار، وهن عم يقضوا برأيهم عم يقوموا بفريضة الصلاة الصيام. هي ما الصيام، يعني هي بدنا نوجهه لمشاهدينا. دائما طبيبنا هو الأجدر انه يعرف اذا نحن قادرين على الصيام ولا غير قادرين. انا بدي اوجه تحية كثير كبيرة
لمريض جاني أول امبارح على العيادة نهار السبت. نعم. يوسف بدي أقول اسمه وبكل محبة لأنه إنسان محب جدا، إجا لعندي على العيادة وأنا كتير عندي ضغط شغل بهالكام يوم، أنا مسافر بالشهر الفضيل كله على فرنسا، بدي غيب 5 أسابيع. ترجع بالسلامة. خلي لي ياكن يا رب. وأنا بكبر بكل سوري وبكل العالم عندي ضغط كتير كبير بالعيادة، إجا وانتظر كتير بعدين فات على العيادة، دكتور أنا مريضة من زمان وأنا عم باخد أنسولين بس أنا بدي صوم. قلت له يوسف أنت ما بتقدر تصوم. قال لي ليش ما بقدر صوم؟ قلت له لأنه عم تاخد أنسولين. قال لي أنا كنت أخد بالأول حبوب فموية. قلت له بس ما عاد عندنا كمية أنسولين كافية بالبنكرياس، عم نعطيك أنسولين وإذا أخذت أنسولين هلا وصمت بصير معك هبوط سكر، هبوط سكر مؤذي جدا للخلايا العصبية وغير عكوس. شو يعني غير عكوس؟ الخلايا العصبية خلايا نبيلة، يعني نحن إذا صار أذية معينة وصلحنا هبوط السكر رح تضل الأذية موجودة، بقى نحن خوفا ولا يعني ما تعرضوا حالكم للتهلكة. صحيح. يعني رب العالمين دائما هو معنا. شو صار؟ إنه هو مصر يصوم، قال لي أنا بدي صوم شو ما صار يصير. قلت له يا يوسف أنا بحبكم كتير وببداع يعني بمحبتي لألكم بدي اترجاك انه ما تصوم مشان صحتك وعافيتك. قال لي انا مصر انه صوم. جاوبته انا بعدين بعتذر انه اكثر من هيك ما بقدر، يعني بعت لي فويس سمعته للاستاذ رامي بداوي قبل شوي وبتمنى لو هالفويس بقدر سمعه لكل مشاهد بالمضمونه بكل محبه. رجع هو فكر وقال لي دكتور انت على حق وانا مثل ما انت بتقلي رح ساوي. يعني شغله كثير مهمه انه نحن دائما طبيبنا هو الاجدر يقلنا اذا انا بدي بقدر صوم ولا ما بقدر صوم. نعم. كمان خلينا نحكي دكتور عن الحالات اللي عم تراجعك بالعياده المتعلقه بالغدد الصم، خلينا نحكي عنها شوي كمان الحالات اللي عم تجي اكثر شيء وهل كمان فيهم يصوموا او لا؟ في عنا كثير من الامور زينب لازم نحكي عنها، مثلا اللي عنده قصور بالغده الدرقيه بدهم ياخذوا الحبه بالايام العاديه على الريق بس يفيقوا من النوم، هلا بيقول لي بالشهر الفضيل ايمتى لازم ناخذها؟ على السحور. لا لا بدنا ناخذها عند الافطار، لقول لك نحن زينب بنكون عطشانين اكثر ما جوعانين. صحيح. بناخذها نحن بالايام العاديه بناخذها على الريق وننتظر نص ساعه لحتى نفطر. بالشهر الفضيل كافي ربع ساعة نشرب مي وبنقضي نعمل نقوم فريضة الصلاة بهالربع ساعة وبالتالي بنقدر بعد ربع ساعة نفطر بتكون أفضل بكتير ما ناخذها على السحور وأمورنا بتكون بألف خير. الشغلة الثانية اللي بدي أقولها إنه نحن في عنا جائحة كتير كبيرة هلأ أكبر بكتير بكتير ما بتصورها. بالسلامة بهي القصة أكيد لأ، بدنا نسمع تجربتك مع الجائحة وكيف انتصرت عليها. الحمد لله على سلامتك. الله يخلي لي إياكم. نحن وقت يصير عنا سكر يعني معنا سكري ويصير معنا نصاب بالكوفيد 19 بالكوفيد 19 لازم نوقف الحبوب الفموية غالبا وخاصة الميتفورمين وخاصة الأدوية المعتمدة على الأمباغليفلوزين لأنه زينب بصير أول شيء بتنقص شهيتنا. اللي بصير معه كورونا سأل المجرب ولا تسأل الحكيم، كيف إذا كان المجرب هو حكيم؟ صحيح صحيح. شهيتي انعدمت على الأخير، شفت الموت بعيوني، أنا ما معي سكري ما معي شيء وحياة الله كان في شعرة بين الموت وبين ما معي أنا لا سكري ولا بتناول أي دواء ولا معي ضغط ولا شيء، بس كانت الإصابة عندي شديدة جدا جدا، شهيتي انقطعت. الميتفورمين بيقطع الشهية عند إحنا مو يعني عند الإنسان يلي عنده سكري بنعطيه مشان لما يكون عنده شهيته مفتوحة زيادة. إيه؟ الميتفورمين يساعده إنه يخفف من شهيته، بس إذا انصاب بالكوفيد 19 شهيته بتقطع، بقى بدنا نوقف الميتفورمين، بدنا نوقف الأدوية اللي بتعتمد يلي بتنزل السكر بالبول تركيبة أمباغليفلوزين ودابغليفلوزين، ما عم بقول انا اسماء تجاريه، عم بقول اسماء علميه. نعم. الاطباء كلها والصيادله اللي عم يسمعونا وكل مشاهدينا بيعرفوها لازم تتوقف كمان وقت يصير اذا نصبنا بالكوفيد 19. في عنا ادويه
مثل الدياميكرون، مثل يلي بتخلي انه البنكرياس او مثل اليونيكرون او مثل الجليكلازايد، يعني ما بيقول اسماء اللي هي بتحرض البنكرياس على الافراز، تحصل للسنجة اللي كنا عم نحكي عليها، هي ما في مانع نستمر باخذها، على شرط نراقب السكر، اذا عم يطلع السكر مع هي الادويه الجليكلازايد او لحالها، معناتها بدنا نحن نعطي انسولين خلال الفتره المصابين فيها بالكوفيد 19. بس يتعافى اللي معه الكوفيد 19 بيقدر يرجع للانسولين. الشيء اللي احنا بيقولوا لنا اياه كل يوم انه انا بلكي اخذته وتعودت عليه للانسولين، انا بدي اخذه هلا، بقول لهم دائما الحامل هي المثال الفيزيولوجي اليومي قدامنا، انه هي كانت عم تاخذ حبوب فمويه بس صار في عندها حمل. الانسولين هو الدواء الامن الوحيد اثناء الحمل للجنين ولا الحامل، نعطيه خلال فترة الحمل كله، بتولد إذا ما بدها ترضع، لأنه إذا بترضع وتاخذ حبوب فموية كمان الحبوب ما فيها تاخذها، إذا ما بدها تعمل إرضاع نرجع على الحبوب الفموية، معناتها ما في شيء اسمه اعتياد على الأنسولين. نعم. هي شغلة كثير مهمة. نعم. يعني الحمد لله على السلامة مرة ثانية دكتور زياد، ويمكن حكيت نقطة كثير مهمة إنه نحن لازم نكون نقدر ناكل بفترة المرض، يمكن مشان نقوي جهازنا المناعي. صحيح. وهلا نحن كمان مقبلين على شهر رمضان، ومثل ما ذكرت نقطة مهمة، الصيام هو دائما راحة للسليم كامل، ولكن يلي بيعاني من أمراض فهو لا، مثل ما بتقول إنه ممكن يسبب له أعراض تانية. خلينا نحكي أيضا عن النساء اللي أيضا حوامل وعندهم هيك شوي تخربطات في السكر، كمان شو بتنصحهم به هذا الشهر؟ هلا كتير مهم نحن سالي، ما بنقدر يعني كل مريض مفصل تفصيل الدواء عليه، يعني ما في شيء بنقدر نعطيه لكل العالم نفس الشيء. لازم يعني نحن الشهر الفضيل بكره اذا الله راد، بس انا بقول انه بيتواصل مع طبيبنا ضروري ويقول لنا هو اذا بيقدر نقدر نصوم ولا لا، نعرف نحن شو عم ناخذ ادويه وبدأ. وكمان كثير مهم يكون سكرنا مضبوط قبل الشهر الفضيل. طبعا نقول سكر مضبوط هو بده يكون السكر على الريق تحت ال 120 ملي جرام، بعد الطعام بساعتين تحت ال 160 ملي جرام، ومخزون السكر بالدم اللي هو السكر التراكمي تحت 7%، بدها تكون هالشروط الثلاثه محققه. نعم. حتى نقدر اكيد نصوم. نعم. بس طبيبنا هو الاجدر يجاوبنا عن كل حاله اذا بنقدر نصوم ولا لا. نعم دكتور، خلينا نحكي تجربتك مع كورونا، ان شاء الله بتنذكر وما بتنعاد مثل ما بيقولوا، كيف داويت حالك؟ شو هي الطريقه الصحيحه اللي قدرت تتغلب فيها على هالمرض؟ يلي صار انه انا بديت معي بتعب ووهن وارتفاع حراره، بس دغري نحن بالجائحه بنفكر يعني علاج، بدنا نفكر شو معي انا. عملت تحاليل. هلا التحليل مو البي سي ار اللي بنساويه هون، بدنا نعمل الاضداد، والاضداد اللي بترتفع زينب هي اول شيء الاي جي ام، بتقلنا انه الجسم عم يتعرف انه في فيروس. بعدين بس يطيب في اضداد ثانيه اسمها الاي جي جي، هي اللي بترتفع بتقلنا انه تعافينا. عملت الاي جي ام طلعت بوزيتيف معي كورونا، طبعا حجرت حالي. تطلع مرتفعه؟ تطلع مرتفعه سالي. حجرت حالي دغري طبعا، ما عاد رحت على عيادتي، انا زوجتي واولادي مسافرين بفرنسا، عندي بنتي ساره بنتي بتحب كثير سوريا، وهي كانت عايشه مع امها واخواتها، بس حبت انه تجي على سوريا، بتحب سوريا كثير 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 مثل ابوها، رغم انه يعني معها جنسيه فرنسيه وصح لها كثير عروض هونيك، بس حبت ساره تجي تشتغل هون وتكون معي. وانا بقول بشكر رب العالمين انه بنتي كانت معي. تصوروا انه انا لو لحالي بالبيت، ساره تحملت حمل خلال مرضي ما مثل الجبل. يعني انا شو بقد ما قلت لساره، مو لانه بنتي، انا بوجه لها تحيه لساره، ساره انسانه، مو انا قد ما قلت، انا عم بحكي كبي لانه ساره تحملت. سالي كانت تشوفني بالليل تعبان كثير، تقول لي بابا الله يخليك انا بدي اياك، ما تروح خليك معي. تحملت ساره
بشكل كثير. اكيد هيدا المحبه، ونحن كمان ما نحن يعني دموعك غاليه، لانه دائما بالمرض الانسان قد ما كان، ان كان اب او كان اخ، ممكن يقدر هي صله، هي صله المحبه. زينب ساره تحملت، يعني تحملت شيء كثير كثير كثير، شيء رهيب تحملته، بس بعدين الحمد لله تجاوزت. هلا لحسن حظي انه بيت عمي كثير ساكنين قريب من بيتي، كانت مرت عمي بشكل يومي تطبخ طبخه، مع انه انا كنت ما اقدر اشوف الاكل. شو ركزت فيتامين اكثر شيء؟ ما اخذت اي فيتامين، ما اخذت لا زنك ولا شيء، ولا اخذت صاد حيوي. هلا بدي احكي شوي صغيره عن مهمه كثير الصاد، الصادات الحيويه. بناخذ ازيتروميسين، وبناخذ زنك، وبناخذ فيتامين دال، وبناخذ يعني فيتامين سي. ليس لهذه الأدوية أي قيمة علاجية أبدا. نحن بدنا نعرف أنه في بقلب الأمعاء فلورا معوية، والفلورا المعوية كتير مهمة حتى هي تدافع عن جسمنا. بس ناخد صاد حيوي، أي صاد حيوي، نحن عم نقتل الفلورا المعوية تبعنا. ما عم الفيروس ما له صاد يقتله. احنا اذا رشحنا او جربنا غير الكوفيد 19 في صاد حيوي بيروح القريب، معناتها نحن عم نقتل. واكثريه مشاهدينا انه بس يمرضوا ويرشحوا شوي بروح بيشتري علبه اوغمونتين او مدري شو باخذها 100%. كثير غلط سالي، كثير غلط زينب، كثير غلط. بتمنى من كل مشاهدينا ما ياخذوا صاد حيوي. قتلنا الفلورا المعويه اللي بتدافع عنا. انا شو عملت؟ الشغله الوحيده اللي اخذتها اثناء مرضي هو، لأن موجود بشكل صيدلاني، أخذت الدواء اللي هو موجود بشكل، هو الفلورا المعوية موجود بشكل مستورد اسمه بيو كالت. أنا ما عم بعمل دعاية، ما موجود غيره، بدنا ناخذ منه. إيه ناخذ، لازم كلنا ناخذ منه. أنا بشكل يومي قبل المرض حتى باخذ بيو كالت حبتين بالنهار. ما له دواء، لا بيفتح الشهية ولا بيصد الشهية ولا شيء، بس بيساعد إنه بيزيد الفلورا المعوية. ما له تأثير على أبدا، ما له دواء هو. سالي نحن نظامنا الغذائي المتوازن والرياضة، وقد ما كنا متوازن يعني متصالحين مع حالنا نفسيا، قد ما الفلورا المعوية تبعنا بتتحسن. وبدي بيجي بالدرجة الرابعة البيوكالت. بيوكالت مستورد من انجلترا، شركة محترمة واستيراد نظامي. في العلبة فيها 30 حبة، ناخذ حبة صباحا حبة مساء بشكل. هلا انا وقت الكوفيد 19 كنت اخذ 6 حبات بالنهار، وبعدني عم باخذ 6 حبات، مع انه طبت والاي جي جي ارتفع كثير كثير، بس الله. حتى مناعتي تقوى الحمد لله. نعم، يعني مثل ما قلت دكتور، اهم شيء انه يكون في حاله نفسيه مستقره، الاحبه بالعائله متواجدين مع المريض بحال انصاب، اضافه للغذاء المتوازن، وما كثير يخبص بالادويه من راسه أكيد. او قيل عن ناقل. ودائما مثل ما قلت انت وتاثرت بعلاقه بنتك اثناء المرض، بنقول لكل حدا حتى عن جد ما يوصل لهي المرحله، نعم، انتبهوا على اهاليكم، انتبهوا على حالكم، لانه ما في اصعب من فقد الاحبه. كثير مهم وسائل يعني نحن لازم اجتماعيا نتباعد، مو وقت هلا نحن نحضن بعضنا ونبوس صح. بعضنا. المحبه هي انه نحن نفكر بعائلنا. اكيد، مو انا امسك وحوش وبوس. انا من يومين ثلاثه كنت بمطعم في عرس، ما راح اذكر اسم المطعم، ما دخلوا المطعم، صاروا يبوسوا بعضهم، يعانقوا بعضهم كلهم. يا جماعه نحن في جائحه كبيره، صحيح، خطر كبير. المحبه مو نحن نبوس بعضنا، نحط الكمامه، هي شغله كثير مهمه. عن جد دكتور اللي عاش التجربه عشتها وحضرتك عشتها، سالي انا من النوع اللي كثير، انا بتضايق بس حدا عم بيبوس حدا هلا، بتضايق عن جد. سالي انا حتى قبل ما انصاب انا انسان كثير يعني بنتبه لهالموضوع. نحن مثلا المصاري ناقله كثير للعدوى كله. بدي اجيب انا مثلا بحب البيتزا، هي الفطيره بالبيتزا، اعطيته مصاري، اخذ المصاري بده يعطيني هو البيت تبع لي. قلت له بعتذر انا ما خلي المصاري معك، انا ما عاد اخذها للهي. قال لي ليش استاذ؟ قلت له انا لازم يكون في واحد على الصندوق بيستلم المصاري 100%، واحد الثاني بيعطي. يعني المصاري ناقله للعدوى. شو بدنا نحن؟ بدنا نكوي المصاري، بدنا نبخر، ما بتزبط. يعني بكل بلدان العالم
ما بيتعاملوا كثير بالمصاري، كله بالكريدت كارد. نحن عندنا حصار على بلدنا، وما يعني ما بدنا كمان كثير، ان هي كافيه نحن نحط واحد على الصندوق يستلم المصاري، واحد بالجهه الثانيه يقدم، نحط كفوف حتى نقدم مثلا قطعه الجاتو، ما نمسك بايدنا وقائية. هي ابسط الحالات، نغسل ايدينا بالماء والصابون. صحيح. يعني ما في كثير امور اضعف الايمان، اضعف الايمان حتى نحن نحمي حالنا ونحمي اللي حوالينا. صحيح. نعم. يعني دكتور اليوم فقرتنا مميزة، مو بس طبيا وأيضا عن تجربتك وإنسانيا. نوجه تحية لبنتك ولعائلتك كلها. نحن أطبائنا سندنا، فهنن هلأ الخط الدفاع الأول عنا. نحن ما بنتمنى أي حدا يصيبه شيء، وخاصة أطبائنا اللي هنن لسه وضعهم حرج أكثر كونهم هنن عم يشوفوا حالات كتير كبيرة. بنتشكرك دكتور زياد على وجودك معنا، نورت صباحنا لليوم، وأهلا وسهلا فيك. سالي، بتعرفي قديش أنتي يعني بالذات انا زينب، بس انت عم تتابعيني حتى وقت تكون على الراديو. على الراديو يعني فقرتي ما بسمع غيرك. الارابيسك عندي كل أربعة. هلا رح توقف البرنامج لانه بدي انا اسافر على فرنسا. هلا بدنا نقول لمشاهدينا كمان رح توقف. هلا بدي غيب انا 5 أسابيع تماما عن الاذاعه، وبدي غيب، بس انا كثير بنبسط انه اعلاميه مهمه، وحتى زينب هلا يمكن تاخذ على خاطره شوي. لا زينب ما عم بتتابعني، بتمنى من كل مشاهدينا انا، لانه برنامجي الاذاعي هو برنامج توعوي، وبحاول هيك ادخل فيه شويه اغاني، انا بختار الاغاني وانا هيك، وانا بفتخر انه بيقولوا لي انت اعلامي. انا طبيب ماني اعلامي، بس عندي يمكن اسلوب معين بطريقه توصيل المعلومه للمشاهد. نعم. أنا احنا بنتابعك من خلال منبرنا كمان، منبر الإخبارية. هذا بشرف إلي، شرف إلي دكتور، شرف إلي زينب. انا شرف إلي يكون معكم بالإخبارية صدقيني. وانا بيعرف الاستاذ رامي بداوي، بس قال لي، قلت له دائما شرف لي انا اكون بالاخباريه لانه محطه فعلا مميزه. وانت مميز دكتور، اكيد بنتمنى لك هيك ايام مباركه وشهر رمضان مبارك، ينعاد عليك بالخير والصحه اهم شيء لك ولعائلتك. بدنا نشكرك على كل المعلومات، ودائما بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. أيوة. يا سالي مزبوط. يعني المريض يقدر يتابع حالته، واكيد الصيام هي صيام الروح والقلب اكثر من انه صيام فقط عن الطعام والشراب مثل ما بيقولوا. هلا بس بدي اقول انا كلمه صغيره، انه بدي اتمنى رمضان كريم وعيد فطر سعيد لكل مشاهدينا من هلا، لانه انا بكون بعيد الفطر ماني هون لسه. ان شاء الله هيك الصيام مقبول. نعم. وكل مشاهدينا يكونوا بالف خير وصحه وعافيه. من ضمن صوتنا لصوتك دكتور زياد، ورمضان كريم عليك ايضا، وايضا زينب كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. ورح يكون عندنا هيك شغل بالمكتب برمضان، ان شاء الله يكون هيك كمان اخفاف الظل على كل مين رح يتابعنا بالشهر أكيد. الكريم بدي اتمنى لك رمضان كريم لك ولعائلتك ولكل السوريين اللي هيك بكره ان شاء الله يا رب هذا الشهر مو بس صيام عن الأكل، صيام عن الأفعال اللي نحن بتصدر مننا. كل إنسان عنده جانب سلبي بشخصيته، ولكن دائما نحن خلينا نهذب هذا الموضوع ابتداء من نفسنا. يمكن نشوف ضغوطات حياة بالشارع، نشوف عالم معصبة شوي، نحاول نحن نخفف هيك شوي من عصبيتهم ومن عصبيتنا لقلنا. رمضان كريم عليكم مشاهدينا، وإلى اللقاء. بس بكرة الساعة 10 زينب رح نرجع نذكر مشاهدينا. أكيد بكرة 10 الصبح رح نطلع عليكم بأول أيام شهر رمضان المبارك من مقهى المكتب بفقرات مميزة بتناسب هالشهر الكريم، إضافة لأنه نحن بنسعد ايضا باي مشاركات او اسئله بتحبوا تطرحوها على صفحتنا على الفيسبوك حتى تكون معنا، او مشاركات معينه ومواضيع بتحب تكون معنا خلال برنامجنا الصباحي. رمضان سالي رح يكون معنا غير. نتمنى لكم بهالشهر كل الخير والصحه، وباي باي، ضلوا بالف خير. باي.